أهلا بكم إلى التقرير الاقتصادي. قالت مصادر تجارية إن العراق باع 1 مليون برميل من خام البصرة الخفيف بزيادة أقل من تحميلات الشهر الماضي، وتراوحت العمولة ما بين 20 و30 سنتا للبرميل عن سعر البيع الرسمي للخام في آسيا إلى يونيبيك. وأضافت المصادر أن شركة تسويق النفط العراقية سومو خفضت حجم الشحنة المعروضة في العطاء بمقدار النصف قبل أن تغلقه، وأرجعت المصادر سبب قرار الشركة إلى عدم وجود مشترين. قالت لجنة النيابة والنفط والطاقة النيابية في العراق إن كردستان العراق لم تقدم أي مبرر مقنع لتنصلها من تسليم عائدات النفط. أضاف رئيس اللجنة هيبة الحلبوسي أن اللجنة أرسلت كتباً رسمية إلى كردستان العراق تحثها على إرسال المستحقات، إلا أن هذا التسليم لم يحدث حتى الآن، وهي بحدود 250 ألف برميل يومياً، في حين أن كردستان يصدرون يومياً 480 ألف برميل، وهو ما يعني أن لديهم زيادة بحدود 230 ألف برميل يومياً. طلب النائب سعد الخزعلي وزارة التخطيط بإيقاف مشروع تبلغ تكلفته 30 مليار دينار لشراء ونصب كاميرات في محافظة القادسية. وذكر الخزعلي أنه تم توجيه كتاب إلى وزير التخطيط نوري صباح الدليمي لإيقاف مشروع لشراء ونصب كاميرات في المحافظة. كما طالب الخزعلي بإجراء مناقلة للمبلغ وتحويله إلى مشاريع خدمية لإكساء طرق المدينة وشراء مفردات البطاقة التموينية، لأن القادسية تقبع دون مستوى خط الفقر. قالت الهيئة العامة للجمارك إنها أعادت شحنتي تسليح ومقاطع حديد مخالفة من منفذ المنذرية الحدودي في محافظة ديالى. أضافت الهيئة أنها أعادت الشحنتين إلى الجانب الإيراني لأنها غير مستوفية لمتطلبات الفحص التي يعتمدها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية. قالت هيئة النزاهة إنها أحبطت محاولة للاستيلاء على عقار عائد لوزارة المالية في محافظة التأمين. أضافت الهيئة أن العقار تبلغ مساحته 88 دونما وقيمته 1.5 مليار دينار. وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف الشهر الجاري عن ضبط 5 متهمين يقومون باستغلال أراض تعود ملكيتها إلى الدولة في محافظتي التأميم والمثنى. الآن نتابع وإياكم أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي إلى جانب أسعار المعادن والنفط. ختام التقرير الاقتصادي، دمتم بخير وإلى اللقاء.